مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. برحب بيكم في حلقه جديده من كلام في الميديا. اكيد النهارده عندنا اخبار كتير عن النادي الاهلي بعد فوزه امبارح على بتروجيت باربع اهداف نظيفه في الدوري المصري. ممتاز النادي الاهلي طبعا دلوقتي في المركز الثاني ورا نادي الزمالك المتصدر، يمكن الفرق هو نقطه واحده حتى الان في ترتيب الدوري المصري. ممتاز اكيد طبعا مباراه بتروجيت خلاص انتهت وخلاص بقى قفلنا باب او ملف الدوري المصري. ممتاز دلوقتي كل تفكيرنا رايح لبطوله دوري ابطال افريقيا عشان عندنا مباراة مهمة جدا ان شاء الله قصاد فيتا كلاب الكونغولي في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة للبطولة. النهارده كمان الفريق اتمرن الصبح واعلن المدير الفني مارتين لاسارتي القايمة اللي هتسافر باذن الله للكونغو عشان تخوض اللقاء الافريقي. كمان النهارده هيكون عندنا جولة كبيرة جدا في كل الاخبار العالمية والمحلية وكمان اخبار السوشيال ميديا، وفي الاخر ان شاء الله او في اخر فقرة عندنا النهارده هيكون عندنا ضيفنا استاذ شادي محمد الناقد الرياضي في اخبار اليوم. وكالعادة نبتدي معاكم فقراتنا أو أخبارنا بأهم العناوين. الأهلي يغلق ملف الدوري مؤقتا بعد الفوز على بتروجيت. لاسارتي أبحث عن اللقب واصبروا على الفريق. 21 لاعب في قائمة الأهلي استعدادا لفيتا كلوب. بعثة الفريق الأول تطير للكونغو غدا. طارق أنديل رئيس لبعثة الأهلي في الكونغو. أزمة بين أجاري واتحاد الكرة بسبب فترة إعداد المنتخب. الليلة ريال مدريد يلتقي أياكس في دوري أبطال أوروبا. نروح مع حضراتكم لفقراتنا الإخبارية ونبتدي مع آخر الأخبار وآخر الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي في الصحافة. الأهرام الأهلي ينتفض ويصعد للمركز الثاني في الدوري لأول مرة هذا الموسم. المارد الأحمر يدك حصون بتروجيت برباعية جميلة ومعلول نجم المباراة. الأخبار الأهلي فتح على الرابع هزم بتروجيت برباعية نظيفة واطمئن على أوراقه الرابحة قبل السفر للكونغو غدا. المساء القمة مولعة بعد فوز الأهلي بالأربعة. الأحمر نصب السيركل بتروجيت ومعلول ومحسن وأجاي أفضل اللاعبين. الأخبار المسائي باقي على القمة نقطة. الأهلي يعزف سيمفونية رباعية بالشباك البترولية ويصل للنقطة 51. أخبار الرياضة لاسارتي أبحث عن اللقب واصبروا على الفريق. الجمهورية الأهلي جاهز لفيتا كلاب السفر غدا. أخبار الرياضة الفارس أغلق الملف المحلي مؤقتا مهمة صعبة بحثا عن التأهل في الكونغو. نروح مع حضراتكم لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في الصحافه، وهنبتدي مع الاهرام اللي اتكلمت عن مباراه امبارح وقالت ان النادي الاهلي قطع خطوه كبيره جدا في صراعه على درع الدوري العام وصعد للمركز الثاني في ترتيب الدوري المصري الممتاز في الموسم ده بعد ما فاز برباعيه على بتروجيت في الجوله 26 من الدوري المصري الممتاز. احرز طبعا للنادي الاهلي هدفين في كل شوط. في الهدف الاول كان من نصيب اجايي، وبعد كده اضاف مروان محسن الهدف الثاني وجيرالدو الثالث، واختتم كريم ندبت الاهداف الاربعه. وبالفوز ده رفع النادي الاهلي رصيده ل 51 نقطه احتل بيهم المركز الثاني ورا الزمالك المتصدر برصيد 52 نقطه، وبيجي بيراميدز في المركز الثالث وبرصيد 48 نقطه. سيطر النادي الاهلي على مجريات المباراه، وبتروجيت طبعا زي ما انتم شفتوه اكيد ما كانش ليه دور على الاطلاق على مدار الشوطين، ونجح لعيبه النادي الاهلي ان هم يتحكموا في سرعه المباراه باقتدار وساعدهم ده طبعا على الفوز باللقاء. واكيد كمان كان عنصر مهم جدا اللي تحيلت لعيبه بتروجيت. قدم النادي الاهلي عرض جيد جدا على فترات المباراه كلها، والاهداف الاربعه كانوا من اجمل اللي حصل في اللقاء. ادار لساتي المباراه بخبره كبيره واستغل الاهداف الاربعه في تجهيز اللعيبه الغايبه عن المباريات لفترات طويله زي رامي ربيعه وزي ازارو. قالت كمان الاهرام ان رجل المباراه الاول هو علي معلول ومع ناصر ماهر ومروان محسن اللي احرز اهداف رائعه. يا
كمان الاخبار المسائي اتكلمت عن فوز النادي الاهلي امبارح على بتروجيت باربع اهداف نظيفه، وقالت كمان ان ده الفوز التاسع على التوالي للنادي الاهلي في اطار حمله الاهلي المستمره للمنافسه على لقب الدوري المصري الممتاز، وطبعا الوصول للقمه. رفع النادي الاهلي رصيده 51 نقطه من 22 مباراه وبفرق نقطه واحده بس عن نادي الزمالك متصدر الدوري ب 21 مباراه. استفاد النادي الاهلي من المباراه بشكل كبير معنويا وفنيا قبل مباراه فيتا كلاب الكونغولي المهمه جدا طبعا في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا والمقرر ليها يوم السبت اللي جاي. شهدت اللقاء او شهدت المباراه عوده رامي ربيعه ووليد ازارو المصابين، كمان شهدت اصابه حمدي فتحي وحصول كريم ندبد على انذار هيحرمه من مواجهه نادي الزمالك المقبله. كمان نقلت اخبار الرياضه تصريحات للمدير الفني للنادي الاهلي بعد اللقاء اللي قال فيه ان اتكلم طبعا عن التتويج ببطوله الدوري في الموسم الحالي، وقال ان هو مسؤول عن تحقيق البطوله دي قدام الجمهور. اكيد طبعا الجمهور كله مستني بطوله النادي الاهلي او بطوله الدوري المصري الممتاز اللي هيحققه النادي الاهلي في النهايه، هو اللي بيتحمل المسؤوليه كمدير فني للفريق. قال كمان مارتين الاسارتي في تصريحات ان هو من ساعه ما تولى المسؤوليه ووعد الاداره بانه هيكون مسؤول عن البطولات، وبالتالي ما قالش او ما اعلنش ان هو محتاج للوقت عشان يتعرف على اللعيبه. وقال كمان المدير الفني ان هو لازم يكون في صبر على اللعيبه في الفتره الحاليه لان في النهايه الاداء بيتحسن من مباراه لمباراه اخرى، وضغط المباريات محليا وافريقيا مخلي الموضوع اصعب بكتير خصوصا طبعا مع كم الاصابات اللي بيتعرض ليها اللعيبه، ودي امور ما شافهاش قبل كده مع اي فريق. وعن سياسه التدوير فقال ان ده امر طبيعي خصوصا طبعا ان كل لاعب في الفريق متميز، وبالتالي الاعتماد على اللعيبه في مباريات وراحتهم في مباريات اخرى امر طبيعي لعلاج ضغط المباريات. ونروح للجمهوريه برضو اللي اتكلمت عن البطوله الافريقيه وقالت ان سمير عدي المدير الاداري للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي ومعاه سيد عبد الحفيظ مدير الكره، اجتماع مهم مع مسؤولين السفاره المصريه ونادي فيتا كلاب الكونغولي عشان يتفقوا على كل الترتيبات الخاصه باقامه بعثه النادي الاهلي وبملاعب التدريبات وبالانتقالات وبتامين البعثه وغيرها من الامور التنسيقيه. سافر عبد الحفيظ وعدلي للكونغو فجر اليوم عشان يطمئنوا على ترتيبات اقامه البعثه اللي هتسافر فجر غد استعدادا لمواجهه فيتا كلاب يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر تكليف طارق أنديل عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق، واستقال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة مارتين الأسارتي على خوض ثلاث تدريبات في الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلاب، ومن المقرر أن تصل بعثة النادي الأهلي للكونغو ظهر غد. وفضل الأسارتي وجهازه السفر للكونغو قبل المباراة بعدة أيام عشان يقدر اللعيبة ان هم يتأقلموا على الأجواء هناك، خصوصا طبعا ان المباراة دي بتحظى باهتمام كبير جدا عند الجهاز الفني، خصوصا طبعا ان الفوز فيها بيقرب الأهلي كتير من الصعود للدور التالي. نروح مع حضراتكم دلوقتي كمان لآخر أخبار النادي الأهلي برضو لكن من على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي 21 لاعب في قائمة الأهلي للكونغو. بوابة أخبار اليوم طارق أنديل رئيس لبعثة فريق الكرة للكونغو. بوابة الأهرام وليد سليماني واصل التدريبات منفردا في الأهلي. بوابة الشروق لاسارتي اجتماع بجيرالد ونادبد. اليوم السابع الاهلي عن مواجهة الزمالك، نركز على انفسنا وليس المنافسين. في الجول الاهلي وفروا ملاعب اكثر للدوري ولاسارتي لا يشكو من التتش. بيتو حسام عاشور يؤدي تدريبات تأهيلية بمران الاهلي. كورة مدرب حراس الأهلي يكشف سر صعوبة موقع فيتا كلاب. الموقع الرسمي للنادي الأهلي رجال سلة الأهلي يواجه سبورتينج في الدوري. الموقع الرسمي للنادي الأهلي سيدات سلة الأهلي يواجه اليابلوس في كأس مصر. نروح مع
حضراتكم لتفاصيل اهم الاخبار. هنبتدي بالموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان مارتين لوسارتي المدير الفني للفريق الاول لكره القدم في الاهلي اعلن عن قائمه الفريق اللي هتسافر للكونغو فجر غد يوم الاربعاء استعدادا لمواجهه فريق فيتا كلاب المقرر ليها يوم السبت اللي جاي في الجوله الخامسه من مباريات دور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا. بتضم القائمه 21 لاعب: محمد الشناوي، علي لطفي، محمد هاني، احمد فتحي، ياسر ابراهيم، سعد سمير، رامي ربيعه، ايمن اشرف، علي معلول، محمود وحيد، اسلام محارب، عمرو السليه، هشام محمد، كريم ننبد، ناصر ماهر، حسين الشحات، اجي ووليد ازارو، مروان محسن، ورمضان صبحي، واحمد حمودي. كمان بوابه اخبار اليوم قالت ان قرر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب تكليف طارق انديل عضو مجلس الاداره برئاسه بعثه فريق الكوره المتوجهه للكونغو استعدادا لمواجهه فريق فيتا كلاب الكونغولي. اجرى انديل اتصالات مع مسؤولين السفاره المصريه في الكونغو عشان يطمن على الترتيبات الخاصه بالرحله. كمان بوابة الأهرام قالت أن أدى وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي برنامج بدني قوي تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال تمهيدا لرجوعه مرة تانية للمشاركات الجماعية. أدى وليد سليمان تدريبات بدنية قوية في ملعب مختار التتش على هامش تمرين الفريق اللي أقيم النهاردة الصبح على ملعب التتش. اشتمل التمرين المنفرد اللي خاض وليد سليمان على جزء بدني وتدريبات بالكرة. كمان بوابة الشروق قالت أن عقد مارتين لوسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي جلسة منفردة مع كريم ندفد، وبعد كده عمل جلسة تانية مع جيرالدو عشان يحفز الثنائي، وده طبعا ضمن الاستعداد أو الإعداد النفسي اللي بيعمله المدير الفني وبينفذه مع كل اللعيبة. كمان عقد مارتين لوسارتي محاضرة نظرية مع اللعيبة قبل انطلاق تمرين الفريق اللي أقيم النهاردة الصبح على ملعب مختار التتش، واتكلم خلال التدريب ده وخلال المحاضرة دي عن ارتباطات الفريق الجاية وضرورة الفوز محليا وأفريقيا. وبينضم لنا عبر الهاتف زميلنا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي اللي كان متواجد النهاردة أثناء التدريب الصباحي للنادي الأهلي على ملعب مختار التتش. مساء الخير عليك يا شريف، وعايز أعرف منك آخر أخبار الفريق، وطبعا عايز أعرف كل كواليس تدريب النهاردة. مساء الخير عليك شيما على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بالفعل بعد فوز الاهلي بالامس على فريق بتروجيت باربع اهداف مقابل لا شيء، بعد اداء رائع والاروع والاجمل، توج بفوز النادي الاهلي وتقديم الفارق او تاخير الفارق مع المنافس الى نقطه واحده. يمكن كان بدايه التمرين في الساعه 11 صباحا، يمكن عقد مستر لوسارتي جلسه مع اللاعبين امتدت حوالي 3-4 دقائق اتكلم فيها عن اغلاق الملف المحلي والتركيز فقط في الملف الافريقي، التركيز فقط في المباراه المقبله، تقديم عرض يليق باسم النادي الاهلي، الفوز ثم الفوز ثم الفوز خارج ارض النادي الاهلي. يمكن اللعيبه اللي شاركوا في مباراه امس كان عندهم النهارده تمرين خفيف جدا، وكان ريكفرنج بعد عشان بعد اداء المباراه طبعا بالامس مع امام فريق بتروجيت. يمكن باقي اللاعبين كان في اطالات ثم تدريبات بدنيه ثم تقسيمه كبيره، خرج طبعا على اثرها هشام محمد وصلاح محسن، تالق فيها معظم طبعا اللاعبين. الجلسات المستمره او جلسات مستر لوسارتي مستمره مع اللاعبين على انفراد، يمكن كريم نيتفيت كان في جلسه زي ما قلت، جيلاردو كان في جلسه، رمضان صبحي ايضا بعد انتهاء التمرين كان في جلسه طويله جدا مع مستر لوسارتي. عرفت من كواليس اني بيتكلم معاهم عن الفتره المقبله، عن دورهم الفترة المقبلة، على طالب منهم التركيز أكثر وأكثر وبيعول عليهم آمال كبيرة. يمكن مستر لوسارتي بيمتاز في من ساعة ما جه النادي الأهلي وبيعقد جلسات على طول مستمرة مع لاعبي الفريق على حدة، يمكن علشان يحفز كل لعيب على حدة، وبالفعل بتأتي ثمارها. يمكن شايفين شكل النادي الأهلي، أداء النادي الأهلي بيتطور، في تحركات، في شغل كبير بين مستر لوسارتي على أداء شكل وشكل لاعبي النادي الأهلي. طبعا دي بتأتي ثمارها بعد الجلسات المنفردة. على الجانب الآخر تدريب الحراس، الكابتن طارق سليمان، كابتن علي لطفي النهارده ومصطفى شوبير النهارده تدريبه ولا أروع ولا أجمل. التأهيل مستمر على الجانب الآخر مع طارق عبد العزيز، يمكن عمرو جمال، يمكن أحمد فتحي، يمكن حسام عاشور، السولية، التأهيل مستمر. يمكن يختار 21 لاعب للسفر، هيكون التجمع في المطار الساعة 12 بالأمس، يمكن الطيارة هتكون الساعة 2:30. نتمنى بإذن الله يكون الأهلي يوصل بسلامة ويرجع بالفوز. يمكن يختار 21 لاعب: محمد الشناوي، علي لطفي، محمد هاني، احمد فتحي، ياسر ابراهيم، سعد سمير، رامي ربيعه، ايمن اشرف، معلول، محمود وحيد، محارب، السوليه،
هشام محمد، كريم نيدفيد، ناصر ماهر، حسين الشحات، اجاي ازارو، مروان محسن، حمودي، رمضان صبحي. يمكن النهارده في النادي الاهلي الكل سعيد باداء الاهلي بالامس، الكل سعيد بشكل النادي الاهلي بالامس، الكل بيقول خلاص بطوله الدوري قربت من النادي الاهلي، لسه بدري بس احنا بنعول باذن الله يكون موسم خير على النادي الاهلي، بطوله افريقيا وبطوله الدوري العام. شيماء اتفضلي. عايز اسالك على حمدي فتحي. حمدي فتحي يمكن عمل اشاعه طبعا، بس الكابتن عبد الحفيظ هنحترم ان الكابتن عبد الحفيظ من تعليمات الجهاز الطبي ما يديش باي تصريحات خالص لاي حد خالص الا عن طريق الكابتن عبد الحفيظ. طبعا الكابتن عبد الحفيظ طبعا سافر امبارح، طبعا الجهاز الطبي رفض يتكلم، ونحترم وجهه نظر مدير الكوره. يمكن الكابتن سيد عبد الحفيظ عامل تيست منظم لازم نحترمه كباقي الاعلاميين، علشان خاطر النظام الاهلي عامله ما بيبقاش في حد يعني فوق السيستم زي ما بيقولوا، كلنا بنحترم السيستم والنظام، فمستنيين تصريحات الكابتن عبد الحفيظ بخصوص اصابه حمدي. نتمنى ان شاء الله تكون الاصابه دي بسيطه. وبشكرك جدا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي، كان متواجد النهارده في التدريب الصباحي على ملعب مختار التتش. نرجع نكمل معاكم اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت، وبنوصل اليوم السابع لآل نعلق محمد يوسف المدرب العام للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي على مباراه نادي الزمالك اللي جايه في الدوري المصري الممتاز بعد ما فزنا على بتروجيت 4-0. قال محمد يوسف في تصريحات لي النهارده ان مباراه نادي الزمالك بنعتبرها مباراة عادية، بناخد كل خطوة على حدة وبنركز في نفسنا ومش في المنافسين. قال كمان يوسف تركيزنا أمام فيتا كلاب ومباراة الزمالك مهمة جدا، لكن بنركز في أفريقيا في مواجهة فيتا كلاب وفي مواجهة الثورة، وطبعا دول مواجهات مهمة جدا، وبعديها هنبقى نركز في مباراة نادي الزمالك. وقال كمان محمد يوسف في تصريحاته الدوري لسه طويل، النادي الأهلي لم يفعل شيء حتى الآن، هدفنا كالعادة الفوز بكل البطولات. كمان في الجول نقلت برضو تصريحات اخرى لكابتن محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي، اللي قال فيها ان هو بيشكر كل مسؤولين ملعب بتروسبورت، لكن ارضيه الملعب ما كانتش ارضيه مثاليه ومش بتتناسب مع مباراه رسميه، وده طبعا امر طبيعي لان الملعب بيستقبل مباريات لاكثر من 4 انديه. وقال كمان مدرب النادي الاهلي يجب ان يوفر المسؤولين في مصر ملاعب اكثر لبطوله الدوري، لان ارضيه الملعب عامل مؤثر في جمال الاداء وبيمنح اللعيبه فرصه أكبر للإبداع، كما أنه يؤثر في الإصابات. وعن إمكانية نقل تدريب النادي الأهلي لمكان آخر وشكوى المدير الفني مارتين لاسارتي من أرضية ملعب التدريب، فرد محمد يوسف وقال التوقيت صعب، بنتمرن على ملعب مختار التتش من فترة طويلة جدا وده أمر جيد ولا توجد أي شكوى منه. كمان موقع فيتو قال ان ادى حسام عاشور كابتن الفريق الاول لكره القدم في الاهلي تدريبات تاهيليه قويه تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل على هامش تمرين الفريق اللي اقيم النهارده الصبح يوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش. التدريبات القويه في اطار طبعا برنامج تاهيلي بيخضع لي للعوده مره ثانيه للمشاركه في التمرين الجماعي. عاشور اشتكى من اصابه في منشا العضله الاماميه وبدا ان هو ينفذ البرنامج التاهيلي. كمان موقع كرة قال ان رفض طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي فكره المقارنه ما بين الاراجواني مارتين لاسارتي المدير الفني الحالي للفريق والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق. قال سليمان في تصريحات لي النهارده يوم الثلاثاء انه لم يعمل في عهد كارتيرون بالجهاز الفني، لكنه يقدر الظروف الصعبه التي عمل بها الفرنسي مع الفريق بسبب الاصابات وتواري المباريات، كما ان النادي الاهلي صعد معه لنهائي دوري الابطال الافريقي ومن الصعب المقارنه بينه وبين لاسارتي. وأضاف الأداء تطور مع لاسارتي وظهرنا بشكل مختلف في مباراة بتروجيت أمس الاثنين في الدوري، فزنا برباعية دون رد لأن الفريق حصل على قسط من الراحة كان يفتقده بسبب توالي المباريات،
كما أن دكة البدلاء شهدت عودة العديد من العناصر، وبالتالي أصبح هناك العديد من النجوم. وأشار إلى صعوبة لقاء بيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا، موضحا أن أرضية ملعب بيتا كلوب تزيد من صعوبة المهمة، خاصة أنها نجيل صناعي ولم يتم تغييره منذ 10 أعوام كاملة، وبالتالي تؤثر على الأداء. كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال أن الفريق الأول لكرة السلة رجال في النادي الأهلي بيخوض مباراة مهمة النهاردة يوم الثلاث قصاد نظيره فريق سبورتينج ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين. بتنطلق المباراة في 6 مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل في مقر النادي الأهلي في الجزيرة. بيسعى الفريق للفوز والمواصلة في المنافسة على لقب البطولة. أكد طارق خيري المدير الفني أن الفريق جاهز للمباراة بعد ما طوى صفحة الخسارة أمام الزمالك، وبيسعى لتقديم عروض قوية خلال المباريات القادمة. كمان فريق سيدات سلة النادي الأهلي بيواجه فريق هليوبلس في تمام الساعة 8 من مساء اليوم يوم الثلاث. بتقام المباراة على صالة النادي الشرقية للدخان ضمن منافسات دور قبل النهائي لبطولة كأس مصر. كانت فريق سيدات سلة الأهلي قد حققنا الفوز على سبورتينج في الدوري بنتيجة 87-81 في آخر مباريات الفريق اللي أقيمت مساء مع الماضي. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2013، صاحب الألقاب والأرقام القياسية وحامل اللقطة الأخيرة أبو تريكة. الله عليك يا عم الناس، الله عليك، تسلم رجليك. أدي عبد الله السعيد حرك له حلو قوي فتحي، وأدي أبو تريكة. الله يلا فرح المصريين يا أبو تريكة، وأدي الكورة عبد الله يسدد، وأبو تريكة الكورة بتحبه، الكورة بتكفه. سلام حلو عبد الله والدعم من أحمد فتحي وتسديدة والجول التاني. يا الاهلي حديد، الاهلي حديد، ولا تقول لي كايزر تشيفز، ولا تقول لي مازيبي، ولا تقول لي حاجه، ده النادي الاهلي الذي امامنا كاس البطوله التي سيحتفظ بها النادي الاهلي للابد. رجعنا مرة تانية لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لأهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان آخر أخبار محترفينا في الخارج، ونبتدي كالعادة بالعناوين. سوبر كورة جاري يفجر أزمة في الدوري قبل أمم أفريقيا. فيتو أبوريدا يتدخل لإقناع جاري بتقليص فترة إعداد المنتخب لكان 2019. الوطن سبورت، تعديلات قانون كرة القدم تظهر بأمم أفريقيا 2019 في مصر. اليوم السابع الجبلاية تعلن موعد نهاية الدوري وتؤكد نعاني في السوبر مثل تونس. اليوم السابع اتحاد الكرة يرفض إلغاء مسابقة كأس مصر بسبب تأخر انتهاء الدوري. الشروق، اتحاد الكرة يجتمع بالشركة الفرنسية لمناقشة تجهيزات كأس الأمم الأفريقية. الفجر الرياضي، قائمة نيجيريا لمواجهة مصر الودية. الأخبار المسائي، دجلة يجدد لجونيوس 3 سنوات. الأخبار، الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة مازنبي الجمعة. الأخبار المسائي، غليان في الإسماعيلي، الجماهير تطالب الإدارة برحيل يانوفاسكي. موقع بطولات أسطورة الأرسنال، أداء محمد صلاح أمام أفرتون يوضح سبب رحيله عن تشيلسي. كمان سكاي نيوز العربية قالت أن سكاي سبورتس تكشف سبب أزمة صلاح وليفربول ورقم يثير التعجب. كمان اليوم السابع قال أن كريم حافظ بيزين التشكيلة المثالية للجولة 24
في الدوري التركي. في الجول نافل أنصح ليفربول بتوديع الأبطال أمام بايرن ميونخ. كمان بوابة الوفد قالت أن الريال بيواجه أياكس أمستردام، وبروسيا بيبحث عن معجزة أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا. كمان موقع كورة قال أن ديانج بيصرح برشلونة طالبني بإقصاء ريال مدريد. كمان موقع سبورت 360 أعلن بوفون بيصرح رفض عروض من السيتي ومانشستر يونايتد. آس بالعربي قالت صدمة في مانشستر يونايتد وتشيلسي بعد الكشف عن مدة غياب ألاكسيس سانشيز. صدى البلد كمان قالت أن فيه هجوم قوي من نجم البرازيل السابق على نيمار لاعب مدلل. كمان موقع مبتدأ قال أن مانشستر يونايتد بيستهدف لاعب بروسيا دورتموند. و أخيرا يلا كورة، بايرن ميونخ يمدد عقده مع جنابري حتى عام 2023. نروح مع حضراتكم سريعا لتفاصيل أهم الأخبار المحلية، وهنبتديها من موقع سوبر كورة. موقع سوبر كورة قال أن بتواجه لجنة المسابقات في اتحاد الكورة برئاسة عامر حسين أزمة بسبب فترة إعداد منتخب مصر استعدادا لبطولة أمم أفريقيا. بتتمثل الأزمة في طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر 19 يوم لإعداد الفريق قبل أمم أفريقيا، بينما طلب عامر حسين تقليص الفترة عشان تكون 15 يوم بس، وفقا لما هو معمول به في لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف. بيسعى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لحل الأزمة وإقناع جاري بتقليص فترة المعسكر حتى تتمكن لجنة المسابقات من إنهاء بعض جولات الدوري. موقع فيتو كمان قال أن تدخل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لإقناع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني بتقليص فترة إعداد الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ولا تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو لحد 19 يوليو الجاي بمشاركة 24 دولة لأول مرة في التاريخ. أجيري طلب فترة إعداد للمنتخب قبل كأس الأمم الأفريقية ب 20 يوم أو ب 19 يوم، وده الأمر اللي بيرفضه عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، وطلب بتدخل هاني أبو ريدة عشان يتم حل الأزمة ويتم تقليص المدة ل 15 يوم بس قبل البطولة. كمان طبعا أجاري تمسك بالبرنامج اللي أرسله لاتحاد الكرة واللي بتبدأ فيه فترة إعداد الفراعنة قبل 20 يوم من انطلاق كأس الأمم الأفريقية. بيستعد المنتخب الوطني لمواجهة النيجر يوم 23 مارس الجولة الأخيرة من التصفيات الخاصة بكأس الأمم الأفريقية، وبعد كده يتم مواجهة نيجيريا وديا يوم 26 من نفس الشهر. كمان الوطن سبورت قالت أن أخطر مسؤولين اتحاد الكرة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بأن التعديلات الأخيرة الخاصة بقوانين التحكيم هيتم تطبيقها في بطولة أمم أفريقيا اللي جاية بعد اعتمادها بشكل رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. المجلس التشريعي الدولي لكرة القدم أقر 11 تعديل على قانون كرة القدم تجنبا لإهدار الوقت أثناء المباريات. كمان اليوم السابع قال أن كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة معاد نهاية مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي. قال عامر حسين معاد نهاية الدوري هيتحدد بحسب مباريات النادي الأهلي والزمالك في أفريقيا، وتأجيل مباراة واحدة لفريق بتساوي تأجيل أسبوع كامل في الدوري لأنها بتستوجب 4 أيام. وقال كمان الميعاد المبدئي لنهاية الدوري هو شهر أغسطس القادم، ثم راح 45 يوم. وأضاف كمان عامر حسين السوبر يواجه أزمة وتونس تعاني مثلما نعاني نحن أيضا، ولم يقام فيها برغم أن الدوري هناك 14 فريق فقط. اليوم السابع كمان قالت أن رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة إلغاء بطولة كاس مصر بداعي ضيق الوقت ورغبة البعض في إلغاء الكاس لإفساح المجال من أجل إنهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز وخد أكثر من جولة قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا اللي بتستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو لحد 19 يوليو اللي جاي. تمسك مجلس إدارة الجبلية باستمرار مسابقة كاس مصر واللي وصلت لمرحلها النهائية ومنح الفرق
فرصة للجنة المسابقات في إنهاء الدوري في أي وقت دون التقيد بموعد محدد، خصوصا أنه لا يوجد بند يحدد موعد بداية وانتهاء لبطولة الدوري المصري الممتاز في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. بتتجه النية داخل مجلس الجبلية بالتنسيق مع اتحاد الكرة برئاسة عامر حسين في إنهاء مسابقة كاس مصر قبل انطلاق معسكر المنتخب في 3 أو 4 يونيو المقبل استعدادا لبطولة أمم أفريقيا، وده عشان يتم اختيار الاتحاد الأفريقي الكاف باسم الفريق المصري اللي هيشارك في البطولة الكونفدرالية قبل الميعاد المحدد وهو 30 يونيو، على أن يطلب مجلس الجبلية تأجيل حسم الفريقين المشاركين في دوري أبطال أفريقيا لما بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا 2019 في حالة عدم حسم الفرق الثلاثة الأوائل في الدوري. كمان موقع الشروق قال أن بيعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانيا بوريدا اجتماع مع مسؤولين الشركة الفرنسية المشاركة في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية واللي بتستضيفها مصر خلال الفترة من 21 ل 15 يوليو من العام الجاري. بيناقش مجلس الإدارة مع مسؤولين الشركة الفرنسية تطورات العمل على تجهيز كافة الملاعب اللي بتستضيفها مباريات البطولة في الإطار نفسه، بتواصل اللجنة المنظمة للبطولة العمل للانتهاء من الترتيبات اللازمة لتنظيم البطولة الشكل اللي يليق باسم مصر. بيتابع محمد فضل مدير البطولة تطورات العمل لرفع كفاءة الملاعب واللي تم الاستقرار عليها لاستضافة المباريات في المحافظات المختلفة، وهي استاد القاهرة واستاد السلام بالقاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس الجديد، إضافة إلى ملاعب البديلة اللي طبعا تم وضعها. كمان الفجر الرياضي قالت ان كشف المدير الفني لمنتخب نيجيريا قائمة النسور لخوض معسكر مأرس واللي بيواجه فيه منتخب مصر. جت قائمة نيجيريا كالتالي: في حراسة المرمى فرانسيس اوزوهو، ايكوشوكو انزوا، دانييل اكبي، في الدفاع اولولوا اينا وعبد الله شيهو، فالنتاين اوزو نوافا واوزايم شودوزي، ويليام ايكونغ، ليون بالوغون وكانت اوميروي وجمالو كولنز، وفي خط الوسط سيمي اجاي، ويلفريد نديدي، وارينغارغو اوتوبو، جون اوغو، واحمد موسى، فيكتور اوسيمهان، موسى سيمون، وهنري انكتورو، في الهجوم اودا ايغالو، اليكس ايوبي، وسامو كالو، وبول اناشو. كمان الأخبار المسائي قالت أن أكد ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي اليوناني تاكس جونيس لن يرحل عن الفريق، وهيتم تجديد عقده لمدة 3 سنوات برغم بعض النتائج السلبية واللي قادت النادي لاحتلال المركز الـ12 في ترتيب جدول الدوري. أضاف سامي في تصريحاته أن قطاع الناشئين بيلعب بنفس طريقة الفريق الأول وبنهدف لتصعيد العديد من اللاعبين الناشئين في الفترة المقبلة لتمثيل الفريق الأول، مشددا على أن طموح فريقه في الفترة الحالية هو إنهاء الدوري في المركز 9 أو 10. كمان الأخبار المسائية قالت أن سيطرة حالة من الغليان الشديدة على جماهير النادي الإسماعيلي في أعقاب الخسارة الأخيرة للفريق في دوري أبطال أفريقيا أمام شباب قسنطينة الجزائري في اللقاء اللي انتهى بفوز أصحاب الأرض ب3 أهداف مقابل 2. تضاءلت فرص الإسماعيلي في الحصول على بطاقة التأهل لدور الثمانية، وطلبت الجماهير إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بضرورة إقالة المدرب البلجيكي قبل مواجهة مازيمبي لتحقيق أي فوز معنوي للفريق في البطولة الأفريقية، خصوصاً أن الفريق تحت قيادة يانوفاسكي بلا أي معالم داخل الملعب. ولم تتوقف مطالب الجماهير عند هذا الحد، بل طلبت الإدارة بسرعة حسم صفقة الناميبي شيلونغو مبكراً في ظل تألقه اللافت للنظر خوفاً من خطفه من قبل أندية القمة. يا بخت مصر بيك يا محمد، صارت هذه الاهداف من اختصاص محمد صلاح. تشعر بالفخر، تشعر بالاعتزاز كعربي كمصري لمحمد صلاح. سجل صلاح
محمد صلاح. محمد صلاح اخيرا يا صلاح، اخيرا يا رمزي، اخيرا يا هبة النيل، اخيرا يا هبة ليفربول، اخيرا يا صلاح. نروح لأخبار محترفينا في الخارج والأخبار العالمية، ونروح لموقع بطولات اللي أعلن بول ميرسون أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي شايف أن أداء محمد صلاح قصاد أفرتون يوم الحد اللي فات كان أحد أسباب رحيله عن تشيلسي قبل سنوات. وقال ميرسون في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية، في انخفاض ملحوظ على مستوى الثلاثي الهجومي في ليفربول في المباريات الأخيرة. وقال كمان عليك أن تنظر لأداء محمد صلاح أمام أفرتون، كان مستوى سيء ويفتقد للجاهز زي ما رأيناه منه خلال هذه المباراة، يوضح السبب الذي دفع تشيلسي لبيعه. وكانت تشيلسي قد قرر رحيل الفرعون المصري هداف الريدز في الموسم الحالي والماضي في 2016 بعد عامين بنظام الإعارة لنادي فيورنتينا الإيطالي وروما الإيطالي في الدوري الإيطالي بسبب صعوبة مشاركته مع الفريق. أما سكاي نيوز عربية فقالت أن في آخر 6 مباريات خاضها فريق ليفربول الإنجليزي المنافس على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لم يحرز محمد صلاح نجم الفريق إلا هدف واحد فقط. ويبدو أن محمد صلاح هدف البريمير ليج في الموسم الماضي برصيد 32 هدف، بيعاني مؤخرا من قدرته على إحراز أهداف بحسب ما ذكر موقع سكاي نيوز البريطاني. لكن الكاتب في الموقع نيك رايت بيعتقد أن المشكلة لا تكمن في محمد صلاح وحده، وأن المسألة بتتجاوز لتشمل فريق ليفربول بأكمله، وأنها أعمق بكثير مما يعتقد البعض. وكانت الأضواء سلطت على محمد صلاح بعد مباراة فريقه أمام جارو في المدينة أفرتون في الجولة 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واللي انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف. وفي المباراة أضاع محمد صلاح فرصتين سهلتين للتسجيل بحسب وسائل الإعلام البريطانية، الأمر اللي تسبب انتقادات واسعة من المعلقين الرياضيين وجماهير ليفربول على السواء. كمان اليوم السابع نقلت عن موقع صوف الساكر العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم اللي اختار اللاعب المصري كريم حافظ في التشكيلة المثالية للجولة 24 من عمر مسابقة الدوري التركي. صنع كريم حافظ هدف في تعادل قاسم باشا مع ترابزونسبور بهدفين لكل فريق في المباراة اللي أقيمت ما بينهم مساء يوم الاثنين على ملعب قاسم باشا ضمن منافسة الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري التركي. شارك النجم المصري محمود تشيزيجيه في المباراة أساسي مع قاسم باشا وأكمل 90 دقيقة، بينما بدأ مواطنه كريم حافظ اللقاء على مقاعد البدلاء وشارك في الدقيقة 46. نجح كريم حافظ في صناعة هدف فريقه الأول في المباراة الذي سجله ستوب باريتشا في الدقيقة 63، ثم خطف تريزيجيه التعادل القاتل من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة. وجاء التشكيل المثالي للجولة كالتالي، وبيحتل قاسم باشا المركز 11 في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 30 نقطة. كمان في الجول قالت أن جاري نيفل قائد مانشستر يونايتد السابق شايف أن خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا مفيد ليه في مشوار الدوري الإنجليزي الممتاز أو البريمير ليج اللي بيتنافس عليه بقوة مع مانشستر سيتي. وقال نيفل عبر قناة سكاي سبورتس البريطانية، هقول اخسروا أمام بايرن ميونخ جنون، بالتأكيد لن نلعب لقاء لنخسر، لكن هذا سيفيد ليفربول ليحظى برسنامة ثابتة وليصبح الجميع جاهز. ووصل نيفل سيتي يلعب في كأس الاتحاد الإنجليزي، يستطيع ليفربول استغلال الفرصة وأن يسبقوا بعدة نقاط. من الصعب تعويض فارق النقاط في الأسبوع أو الأسابيع الأخيرة في سباق الدوري، لا يزال 50-50، لكن ليفربول مهمته أصعب حين يحل الضيف على بايرن ميونخ الألماني، لأنه تعادل بدون أهداف في ملعبه في لقاء الذهاب. كمان بوابة الوفد قالت أن عشاء الكرة العالمية بيترقبوا الليلة في تمام الساعة 10 مساء يوم الثلاث موقعتين من العيار الثقيل في إياب الدور الثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا وتشامبيونز ليج، حيث يحل أياكس أمستردام الهولندي ضيف على ريال مدريد الأسباني في سانتياغو، وبيستضيف كمان بروسيا دورتموند الألماني فريق توتنهام الإنجليزي على ملعبه الشهير
سيجنال إيدونا بارك. كان ريال مدريد حقق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، فاز على مضيفه أياكس أمستردام بنتيجة 2-1، ليصبح التعادل بأي نتيجة أو الفوز بأي نتيجة مفتاح تأهل الملكي لدور الثمانية. على الجانب الآخر بيترقب بروسيا دورتموند حدوث معقدة على ملعبه وسط جمهوره لتعويض نتيجة الذهاب، حيث خسر في استاد ويمبلي على يد توتنهام بنتيجة 3-0، ومحتاج أن هو يفوز برباعية للمرور للدور المقبل. مشاهدينا معادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية أخبارنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. وده معادنا مع جولتنا في السوشيال ميديا. هنبتدي بقى فقرة السوشيال ميديا أو جولتنا في السوشيال ميديا مع محمد الضماطي، عضو منشر صورة على الفيسبوك بعد مباراة النادي الأهلي امبارح وبتروجيت، وكتب مبروك يا أهلي. كمان طارق أنديل عضو مجلس إدارة الأهلي كتب على تويتر الأهلي ربنا يديمها نعمة. كمان محمد الجرحي عضو مجلس إدارة الأهلي على الفيسبوك بعد المباراة كتب الأهلي لا يبحث إلا عن البطولة، انتصاراتنا المتتالية أمر طبيعي بفضل الله وكرمه، ولجماهير الأهلي العظيمة أن تفرح بفريقها والأداء الجيد، لكن المشوار طويل، طموحنا دايما المركز الأول بإذن الله، وبنتمنى أن يحفظ الله لاعبتنا من أو لاعبينا من الإصابة. كمان بقى عفوا علي معلول تألق طبعا امبارح، كان له دور كبير جدا في اكثر من هدف، فنشر صوره على الانستغرام وكتب الحمد لله. نشر كمان جيبالدو صاحب الهدف الثالث صوره على الانستغرام وكتب فوز مهم مبروك للفريق الحمد لله، هدف اخر مبروك. نشر صلاح محسن صوره على الانستغرام وكتب الحمد لله على كل شيء مبروك يا رجاله. برده نشر حمدي فتحي صوره على الانستغرام بعد مشاركته امبارح وتعرضه للاصابه وكتب الحمد لله دائما ابدا ان شاء الله، نتمنى له لما يكونش في عنده مشكله بعد ما يعمل الإشاعة ويطلع سليم إن شاء الله. كمان نشر حسين عبد الدايم مساعد مخطط أحمال الفريق صورة على الإنستغرام تدريب من تدريبات النادي الأهلي كتب الحمد لله على المكسب لعيبة رجالة. كمان شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي احتفل بعد ميلاد أخته حبيبة، نشر صورتين ليهم من زمان ودلوقتي على الإنستغرام وكتب سأكون للأبد بجوارك مهما كبرتي، عيد ميلاد سعيد أختي الغالية. كمان نشر محمد هاني لاعب النادي الأهلي صورة على الإنستغرام مع أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني كتب عيد ميلاد سعيد ماي براذر. كمان احتفل في الجول بعيد ميلاد اللاعب أحمد حسن كوكا على تويتر وكتب في اليوم ده أحمد حسن كوكا بيتم 26 سنة، مسيرة طويلة بدأت من الأهلي مرورا بالبرتغال حتى الوصول لليونان، تألق كوكا في بلاد ياس وجبال الأولمب ودخل له واحد من نجوم الأولمبياكوس من ساعة ما انضم للفريق بتسجيل أو بسجل تهديفي مميز، كل عام ومهاجمنا المصري بخير. كمان كوكا نشر صورة على الانستغرام احتفاله بهدفه في مباراة أبولون في الدوري اليوناني اللي انتهت بفوز أولمبياكوس 2-0 وتقبيله للشارة السوداء والارتداها أحياء لذكرى وفاة والده وكتب إليك يا أبي. كمان الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد على تويتر فنشر فيديو لرد فعل طفلة في زيارتها الأولى لأولد ترافورد وكتب لهذا نطلق عليه مسرح الأحلام. كمان سيرخي راموس قائد ريال مدريد الاسباني فنشر فيديو على تويتر ووجه رساله لجمهور الملكي قبل مواجهه أياكس أمستردام في اياب دور ال 16 من الشامبيونز ليج وكتب نحن بحاجه لدعمكم اكثر من اي وقت مضى. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو.
وكمان الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم بالعربي فيفا بالعربي فغرد على تويتر بصورة أول مباراة في تاريخ كرة القدم وقال أول مباراة دولية غير رسمية في تاريخ كرة القدم أقيمت مثل اليوم في عام 1870 في لندن، كانت ما بين فريق من اللاعبين الإنجليز وفريق من اللاعبين الإسكتلنديين واللي بيعيشوا في العاصمة الإنجليزية، انتهت بالتعادل 1-1. رياضي في اخبار اليوم نورنا اكيد في قناه النادي الاهلي وفي برنامج كلام في الملعب. اهلا وسهلا بحضراتكم، متشرف لاظهر محاريه في قناه الاهلي طبعا. الله يخليك. طبعا في البدايه عايزين نتكلم عن لقاء امبارح، لقاء النادي الاهلي وبتروجيت اللي الحمد لله انتهى باربع اهداف نظيفه لصالح النادي الاهلي، واكيد الفوز ده كمان قربنا كتير جدا من اعتلاء ترتيب الدوري المصري الممتاز. يمكن دلوقتي احنا لاول مره في المركز الثاني في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطه، اقل يمكن نقطه واحده عن نادي الزمالك المتصدر، برغم طبعا احنا لعبنا مباراه ازيد منه. طبعا ماتش المباراه امبارح كانت مهمه جدا، فيها فوائد كتير جدا، استفاد الاهلي من المباراه بشكل جيد جدا. احنا الماتش امبارح كان فيه من بعض الفوائد اللي استفاد منها الاهلي اللي هو حقق الفوز التاسع التوالي، صحيح. استمر بالضغط على المنافسين، طمن، قدر يطمن جماهيره والمتابعين ان الاهلي موجود لسه في المنافسه، قادر يحقق ولسه بقوه. يمكن ده كان رد يعني كافي للناس اللي شككوا كتير قوي ان النادي الاهلي بعيد تماما عن الدوري في الموسم الحالي. هو انا فاكر ان مع حضرتك برضو احنا اتكلمنا وقلنا لسه الدوري بدري عليه، احنا بنتكلم في 6 نقاط فرق بس لسه بدري، صحيح. وكان في ناس حتى بتتهكم تقول الاهلي في المركز الاخير، بغض النظر ان كان في مؤجلات كتير جدا للاهلي، صحيح. فانا مش عارف كانوا بيتكلموا على اساس ايه، بس الاهلي امبارح قدر يستفاد كمان بحاجات ثانيه، قدر ان يوصل ان الجمهور ان انا موجود لسه، قدر يطمئن جمهوره. لاسارتي كمان قدر الجمهور يطمئن لي بعض الشيء، ان هو قادر بتغييراته بالتكتيك اللي بيقدر ينفذه جوه الملعب. امبارح برضو من ضمن المشاركات الجديده لسه هنتكلم فيها، بس امبارح كان في حاجه واضحه جدا ان شخصيه البطل ظهرت. ان الاهلي امبارح قدر يوصل ان شخصيه البطل ظهرت، قدر يوصله في اي وقت، قادر يحقق المكسب بطريقه او باخرى. في بقى امبارح من جانب التكتيكي ان في جمل كتير اتعملت في المباراه، الفريق قدر يوصل بشكل متواصل للمرمى بتروجيت. لا امبارح كان في فوائد كتير قوي الفوز بتاع مباراه امبارح، صحيح. طيب لو اتكلمنا كمان عن لقاء امبارح، شفنا طبعا النادي الاهلي متالق جدا ومتميز جدا في كل تحركاته، متالق جدا على الجانب الهجومي والدفاعي، يمكن كمان الكره ما وصلتش للشناوي تقريبا في اللقاء كله، بس لو جينا نتكلم ونسال هل النادي الاهلي ظهر قوي كده بسبب يعني زي ما وصفوا بعض النقاد الرياضيين او الصحافه من امبارح النهارده وصفوا فريق بتروجيت بان لعبته بلا حيله؟ لا، ما فيش حاجه اسمها فريق بلا حيله. بتروجيت برضو الانتاج هو ممكن في مركز متاخر ويحتل المركز ال 14 دلوقتي، صحيح. بس في النهايه بتروجيت فريق متميز في الدوري، لكن الاهلي اصبح مع عوده المصابين، مع عوده لعيبه تانية لمستواها، مع توظيف لاسارتي لعيبه كتير زي كريم نيدفيد اللي هنفقده في ماتش الزمالك. كريم نيدفيد يعني اكتشف نفسه، او لاسارتي هو اللي عاد اكتشافه. يعني اللعيب زي كريم تعرض لانتقادات حاده جدا من الجمهور ومن بعض النقاد الرياضيين، قدر الموسم ده يظهر بشكل تاني مختلف، لعيب جوكر بيلعب في اماكن كتير من باك يمين وخط وسط، لا لعيب متميز جدا، تمام. طيب اللي انا عايز اقوله ان ان ان, إن مباراه امبارح الاهلي ظهر تكتيكيا بشكل متميز جدا، كره سهله، في نضج في طريقه لعب الاهلي، اللعيبه في يعني ما فيش بقى الانانيه انتهت خلاص، ما فيش لعيب عايز يجيب جون لوحده بس، لا ضيعنا فرص، الاهلي ضيع فرص كتير، فرص سهله، وده اعتقد ده صداع مزمن فرص لاسارتي، صحيح.
بس ان شاء الله مع الوقت هيبتدي يتدارك. يمكن هو ده دايما اللي كان بيتكلم عنه بعد كل لقاء، تضييع الفرص السهله وعدم استغلالها لاقصى حد. نتكلم برضو عن لقاء امبارح. فلقاء امبارح شفنا فيه مشاركات جديده او اعاده مشاركه المصابين او اللي كانوا غايبين في الفتره الاخيره عن النادي الاهلي. شفت المشاركات دي ازاي؟ لا احنا عندنا بس احنا لازم نتكلم عن ربيعه وازارو طبعا، وطبعا احمد فتحي بس ما نزلش. اعتقد ان الجهاز الفني يفضل اللي هو يدفع بيه في مباراة تانية أو يتأكد من سلامته. لكن ربيع وأزارو طبعا، خصوصا ربيع بالنسبة لي أنا بشكل خاص، إن ربيع بشوفه بيقدر يتميز بيلعب في أكتر من مكان. ممكن يلعب في الدفاع، قلب الدفاع، أو يقدر يلعب خط الوسط. فدي برضو لعيب مميز جدا. أزارو طبعا ده يعني أنا شايفه مهاجم سوبر للأهلي. الأهلي بيفتقده جدا بتحركاته وبيقته البدنية. يعيبه بعض الشيء إن هو بيبقى بيقدر بعض الفرص السهلة، بس أعتقد اللي هو مع الوقت بيقدر يخش الفورمة تاني وبيخش بسرعة. يعني ميزة أزارو هو بيخش بسرعة جدا بعد إصابة أو فترة التعاقب، بيقدر يخش بسرعة مع الفريق ويقدر يعمل يعني بيقدر يعمل نتائج ممتازة في الفترة الجاية. صحيح. طيب لو هنتكلم عامة عن الدوري المصري الممتاز، عن المسابقة عامة والصراع في القمة والصراع كمان على الهبوط في القاع، في طبعا نتائج غريبة قوي شايفينها. جدول قدام حضرتك زي ما انت شايف، يمكن نقطة نقطتين ثلاث نقط من أول المركز الثامن أو التاسع لحد المركز الأخير. لا ده من المركز السابع كمان. احنا الانتاج الحربي 31 نقطة يفصلوا بين انبي 10 نقاط. عشر نقاط. انت معاه 21 نقطة. 21 نقطة. فاحنا بنتكلم في الصراع القاع والبقاء في الدوري. لا صعب جدا ومشتعل. وفرقة جامدة جدا، يعني فريق زي انبي مهدد. غريب جدا الموضوع ده. والاتحاد برضو يمكن يعني هو بس لعب مباراة واحدة أقل من باقي الفرق. يعني ما عندوش غير مباراة واحدة. 24 فعلا مباراة. يمكن ده في آخر 3 أو 4 مباريات متتاليين الخسارة ورا بعض. صحيح. الدوري المصري صحيح. صحيح. انبي أنا مستغرب جدا نتائجه الفترة الأخيرة. عندنا برضو سموحة في المركز 13. صحيح. لعب 23 مباراة بس برضو في المركز 13. يعني كل الفرق صحيح. مهددة. صحيح. يمكن سموحة ده كان دايما ما بين المركز الرابع والخامس. صحيح. ما بيقلش عن كده يعني. صحيح. وعندنا برضو وادي دجله، معنا وادي دجله بيلعب كره مميزه الموسم ده. شفنا اخر لقاء مع انبي. صحيح. كان لقاء مميز جدا. صحيح. لوادي دجله. وفي الاسماعيلي في التاسع. برضو انا يعني جدا حزين جدا على الاسماعيلي. الاسماعيلي كان متصدر الدوري المصري ممتاز في الموسم اللي فات. صحيح. في الدور الاول. صحيح. فاحنا لا احنا ما فيش وسط، يعني مش لاقي وسط في الجدول. صحيح. احنا بنتكلم ثلاث فرق فوق خالص والباقي كله تحت، يعني كله بيصارع من اجل البقاء. فاعتقد ان لسه فاضل تلت الدوري، احنا بنتكلم فاضل تلت الدوري بالظبط ما تلعبش. حقيقي. فلا لسه بدري. ونفس الكلام بيطبق على القمه. احنا عندنا الاهلي والزمالك وبيراميدز الثلاثه بيصارعوا. اعتقد بيراميدز بعد شويه. صحيح. ان هو اقل اكتر فريق. هو ده الكلام اللي بنقوله من الاول خالص، المنافسه هتفضل في الاخر ما بين الاهلي والزمالك كالعاده. صحيح. بس هو بيراميدز كان بينافس او عمل شكل في المنافسه، بس خلاص اعتقد دلوقتي خلاص اللي هو بعد كتير قوي. لكن الاهلي والزمالك عندهم فرصه كبيره جدا، بس اعتقد ان اللي هيحدد شكل بطل الدوري الموسم ده الاسماعيلي. الاسماعيلي. ليه الاسماعيلي؟ الاسماعيلي لسه عنده مباراه مع الاهلي، مباراتين مع الزمالك، مباراه مع بيراميدز. فلا هو بشكل طبعا غير طبعا نتائج الفرق والمباريات المباشره. بالمستوى الحالي للاسماعيلي تفتكر هيغير من شكل الدوري؟ الاسماعيلي فريق كبير. اكيد طبعا فريق كبير. في المباريات الكبيره اعتقد ان هو يعني هيبقى ليه عامل. حضرتك لو تابعت اخر مباراه افريقيه ليه في دوري ابطال افريقيا في دور المجموعات، فهنلاقي برضو ان الهزيمه بتلاحق الاسماعيلي دايما. صحيح. بس انا ارجع واقول لك ان الدوري غير المباريات الدوليه او الافريقيه. وفي النهايه انا برجع اقول لك برضو ان الاهم المواجهات المباشره. صح. بس اسماعيل عشان هيلعب الفرق الثلاثه، فعشان كده بقول لك هيحدد بشكل كبير جدا شكل الدرع راح لمين. صحيح. وانت بنتكلم هنا عن تعادلات. انا بتكلم في تعادلات. احنا بنتكلم عن تعادلات. اذا استطاع الاسماعيلي ان هو يتعادل مع الاهلي، مع الزمالك، مع بيراميدز في اللقاءات القادمه، فالموضوع هيفرق كتير، رغم ان الاسماعيلي وبيراميدز اتقابلوا في الدور الاول. صحيح. وفاز الاسماعيلي على بيراميدز. ده اللي انا بتكلم فيه. زي طبعا انت عندك ماتش فريق زي الجونه قدر يحقق مفاجاه ويكسب بيراميدز. صحيح. فلا مش مضمونه لسه.
بس بس الجونه برضو كان ند او كان منافس قوي جدا حتى قدام النادي الاهلي. طبعا الجونه كان النادي الاهلي قدر ان هو يحسم اللقاء في اخر ربع ساعه بس من اللقاء. صحيح وكمان الجونه بيعتمد على ملعبه زائد ان في فتره نقاط الشتويه في يناير الجونه قدر يعمل انتدابات قوية جدا حقيقي. مميزة حقيقي. قدر سواء في الجهاز الفني او في اللعيبة. صحيح كابتن حسام غالي ولاعبين كتير قدر ينتدبهم لصفوفه. لا فعلا عمل تشكيلة وتوليفة كويسة جدا ما بين اللعيبة اللي عندهم خبرة وما بين اللعيبة الصغيرين في السن لسه. الجونة مش بعيد يقدر لو يعني قدر يحقق انتصارات او يستمر في نتائجه ان هو يقدر يصعد مركز ثالث او رابع. وارد جدا. طيب لو هنتكلم بقى عن نصرة المدير الفني للنادي الأهلي وعن انتصاراته المتتالية في الدوري المصري الممتاز وعن شكل الفريق اللي اتغير تماما وعن طريقة توظيفه للعيبة بشكل مختلف، يمكن كمان أكبر مثال لما نيجي نتكلم عن توظيف لصارتي للعيبة بشكل مختلف دايما هنقول كريم ندبت. كريم ندبت اللي كان الجمهور السنة اللي فاتت شايفه حاجة والسنة دي شايفه حاجة تانية خالص. صحيح كريم ندبت أنا بالنسبة لي اكتشاف يعني أنا شفت كتير انتقادات لاذعة عليه، شفت هجوم شرس. وبعدين احنا لازم يعني نركز في نقطه مهمه قوي في شخصيه كريم ندفت ان لعيب 20 21 سنه اللاعب ده تعرض لانتقادات اي لعيب تاني ممكن كان يبقى في حته تانيه خالص بعد الانتقادات دي. لا الراجل ده عمل لنفسه بلان لصارتي ساعده وجهاز الفني الاهلي ان هو يرجع تاني بقى يعني لدرجه ان جماهير الاهلي دلوقتي زعلانه ان هو موقوف الماتش الزمالك يعني ماتش قمه. صحيح يعني لا ماتش قمه ده معنى كده الجماهير بتثق فيه جدا شايفاه بقى نجم الفريق او لا هو بصراحه بيلعب بروح متميزه لعيب بيبقى راجل في الملعب ومع الوقت جاي. بس اعتقد ان لصارتي كمان قدر يرجع اجايه بسرعه قدر يدخل المباراه بسرعه وبرضه يعني اللي يحسب لسارتي محمد هاني. اكيد محمد هاني بقى لعيب متميز جدا 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 واكثر ثقه في نفسه من ذي قبل. طيب ولو كمان اتكلمنا عن لسارتي وعن الوقت اللي جه فيه للنادي الاهلي طبعا كان وقت صعب جدا العديد من الاصابات جه بعد باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي السابق للنادي الاهلي. الاهلي كان بيمر بكبوات في الفتره دي جه الموضوع اختلف تماما كان في تدعيمات ويمكن التدعيمات دي حصلت في اثناء ما هو بيجي للنادي الاهلي يعني لكن الموضوع اختلف تماما النادي الاهلي مع لصارتي اختلف تماما. صحيح. حتى شكله من حيث الاداء النتائج كل حاجه. صحيح لصارتي جه الاهلي خسران بطوله افريقيا مركز مش كويس في الدوري البطوله العربيه اصابات بالجمله لدرجه الناس كانت بتقول مستشفى النادي الاهلي خلاص يعني احنا فتحنا مستشفى لاصابات النادي الاهلي والراجل جه قدر في فتره قليله قوي بفضل برضو الصفقات اللي تم التعاقد معاها من جانب النادي الاهلي قدر يوصل يعني مش عايزين نقول برضو لو وصل للتوليفه متجانسه لا الراجل لسه شويه كتير عليه الراجل برضو في نفس الوقت معذور يا عيني احنا بنتكلم الشهر الوحيد اللي الاهلي فيه مرتاح شويه في المباريات شهر 3 شهر 3 شهر 2 كان 8 مباريات شهر 3 اللي يمكن نرتاح شويه بسبب طبعا التجمع بتاع المنتخب صحيح. الوطني صحيح. الاول لكن الراجل جه في شهر 2 وقبل كده لا ضغط مباريات كتير قوي دوري اصابات بالجمله يمكن يمكن احنا جات لنا فتره كان كل مباراه لازم لاعب او اتنين يتصابوا الاصابات اكتر من الجاهزين يعني احنا بنتكلم في اصابات كتير لكن بقى مع عوده اللعيبه الجاهزه دلوقتي اللعيبه اللي كانت مصابه اللعيبه اللي هي كانت بتعتبر من اهم اعمده الفريق احمد فتحي اللي رجع ازر اللي رجع علي معلول اللي رجع من فتره هنلاقي كمان يمكن قريب حسام عاشور بيرجع يعني اللعيبه دي كلها لما ترجع ضرب او القوه الضربه ترجع للنادي الاهلي اكيد النادي الاهلي تحت قياده لصارتي مع القوه الكبيره دي هيفرق كتير جدا في الفتره اللي جايه واتمنى ان ده يكون قبل مباراه القمه. هي الحيره اللذيذه يعني هو الاول كان يعني محتار يلعب مين مش لاقي حد يلعبه لكن دلوقتي خلاص يعني عنده حيره لذيذه عنده احمد فتحي وليد سليمان راجع ازارو راجع خلاص لا الشكل هيتغير المفاتيح هتتغير التكتيك اللي هيلعب بيه هيبتدي يتغير برضو لا هو كمان رجع له نجوم يعني انا عندي احمد فتحي لعيب بيلعب في اكثر من مكان صحيح عندي حمدي فتحي ان شاء الله يعني ان شاء الله تكون بسيطه باذن بسيطة. الله لعيب برضو كتير. مميز جدا في خط الوسط عندي كريم نيدز هيرجع برضو او بيلعب في افريقيا دلوقتي لكن هو موقوف محليا لكن هيلعب برضو بيلعب في اكثر من مكان عندي
لا العناصر اللي عند الأسارة دلوقتي تؤهله الحياة كتير قوي واعتقد ان لاسارتي في الدوري هيأدي هيعمل نتائج مبشره جدا 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 الفتره الجايه. طيب نروح سريعا لدوري ابطال افريقيا والمجموعه الرابعه من دوري ابطال افريقيا اللي فيها النادي الاهلي بتكلب الكونغولي شباب الثورة الجزائري وسيمبا التنزاني. النادي الاهلي عنده لقاء مهم جدا في الكونغو يوم السبت القادم، شايف اللقاء ده ازاي؟ هو 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 بس لازم نقول ان لاسارتي اختار 21 لعيب يسافروا صحيح معاه. احنا مشكلتنا في افريقيا ان 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 ضغط المباريات، وده الاهلي اتعود عليه خلاص خلاص عكس اي فرقه تانية في محليه معانا او اي او او في او في يعني في المحيط اللي حوالينا. لا الاهلي متعود ان هو يبقى في ضغط مباريات، وزي ما قلنا ان الاصابات الناس المصابه رجعت تاني، فدي اعتقد برضه هتساعده كتير جدا ان هو يؤدي نتيجه كويسه جدا. بس فيتا كلوب فريق مش سهل خالص، فريق قوي جدا على ملعبه. لا ان شاء الله يبقى في نتيجه كويسه، بس هو الاهلي دلوقتي بيتربع على قمه المجموعه، فرق نقطه بينه وبين سيمبا. واخر ماتش الاهلي اعتقد هو شباب الثوره هنا في القاهره، وده هيبقى فاصل ان شاء الله، واتمنى ان احنا نخلصها مع من الكونغو. يا ريت يعني اتمنى ليه لا صحيح نتيجه ايجابيه ان شاء الله. طيب لو اتكلمنا عامه عن الدور التالي من دوري ابطال افريقيا او عن النتائج اللي انت شايفها من خلال متابعتك للمجموعات، شايف الفرق اللي ممكن تنافس في الموسم الحالي من دوري ابطال افريقيا على اللقب؟ احنا عندنا طبعا الوداد والترجي طبعا حامل اللقب صحيح. عندنا يعني انا شايف ان مازيمبي مع ان هو محتل المركز الثاني في مجموعه ثالثه، بس مازيمبي طبعا فريق تقيل وقوي جدا. وطبعا الاهلي، واعتقد ان يعني ان ان ان, إن ممكن فريق سان داونز يعمل مفاجاه. سان داونز الجنوب افريقي ممكن يعمل مفاجاه في الموسم الحالي، يعني ممكن نقول عليه ان ده الحصان الاسود بتاع البطوله. ممكن سان داونز لان برضو كره في جنوب افريقيا متميزه شويه ومتقدمه شويه، فممكن تعمل حاجه. كان يمكن بطل افريقيا من ثلاث نسخ فاتت صحيح. طيب خلينا نروح سريعا جدا بقى لامم افريقيا، كان 2019 بنستعد دلوقتي للبطوله المهمه جدا دي اللي هتقام هنا على ارضنا على ارض مصر. اللقاء ده طبعا زي ما سامعين في الجرايد اليومين دول في يمكن مشاكل ما بين اتحاد الكوره واجاري، اجاري عايز 20 يوم، اتحاد الكوره عايز 15 يوم، لا هو ده اللي انا عايزه، لا هو ده اللي انا عايزه، وابتدى الكلام بينهم رايح جاي. شايف الفتره الانسب للاعداد تكون قد ايه؟ هو انا الاول ان الازمه بين اجاري واتحاد الكوره ان اتحاد الكوره عايز يخلي لفتره الاعداد 15 يوم عشان نقدر نستمر في بطوله الدوري، واجاري بيقول لا انا عايز 19 او 20 يوم، انا الازمه خمس ايام يعني اسبوع يعني جوله جوله. فمش عارف هيعملوها ازاي، وده صراحه يعني مش يعني مش احنا مش ماشيين يعني على الصراط المستقيم من اول الدوري، فجت على الجوله الوحيده اللي هتقع مننا هي اللي هتعمل الازمه. في تفكير دلوقتي داخل اتحاد الكوره ان هم ياجلوا الدوري ويستمروا منافسات الكاس بحيث يحددوا مين بطل نسخه الكونفدراليه الافريقيه اللي جايه، بطل اللي هي يعني الفريق اللي هيتاهل من مصر صحيح. لكن انا شايف ان حسبه صعبه، واحنا عم داخلين على طول في مشاكل في موضوع المؤجلات مع ان احنا قلنا من الاول خالص ان احنا دي هتقابل ازمه كبيره جدا. انا شايفه ان هيبقى في ازمه فعلا في الموسم الحالي في الانديه المشاركه في دوري ابطال افريقيا وفي الكونفدراليه الافريقيه، لان الدوري مش هينتهي في الميعاد اللي بيتقال عليه، مستحيل اغسطس مش هينتهي في مستحيل اغسطس ينتهي. مستحيل ينتهي بالوضع اللي احنا فيه كده. لا صعب جدا. وبعدين احنا لو جينا في الاخر نبص لها، لا يعني لو مصلحه المنتخب الوطني الاول ولا الدوري المصري، لا طبعا وبعدين والبطوله معموله على ارضنا، ما ينفعش نتكسف في وسط جمهورنا وعلى ارضنا يعني. لا مش منطقي، في الاخر هيتقال ما انتوا السبب، انتوا ما اديتونيش الفتره الكافيه ان انا اعد اللعيبه. بس انا مش عارف برضو اجري هل هو مباراتين يكفوا للاعداد؟ انا ده برضو سؤال مهم. وبعدين النيجر ونيجيريا، طب النيجيريا ماشي، طب النيجر انا يعني مش عارف اشمعنى النيجر. بس ده بالنسبه لمعسكر مارس، يمكن اكيد في المعسكر القادم اكيد هيكون في اتفاقات مع منتخبات اخرى، واكيد طبعا هيكون فيها منتخبات افريقيه ومنتخبات اوروبيه. صحيح صحيح شكرا. خصوصا طبعا ده اكيد هيتحدد بعد القرعه اللي هتقام ان شاء الله على سفح الارض. اعتقد القرعه اللي هتحدد احنا هنقابل مين اللي هتقام في ابريل القادم عشان نقدر نشوف فرق متشابهه في المستوى
ان شاء الله يختاروا او يحسنوا الاختيار عشان نقدر مؤهلين ان احنا ننافس على اللقب او نحققه خصوصا في ارضنا. صحيح. استاذ شادي محمد الناقد الرياضي في اخبار اليوم، نورتنا النهارده في كلام في الميديا، وطبعا استمتعنا بوجودك معانا النهارده. استمتع جدا بحضرتك. شكرا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده في كلام في الميديا، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده. يوم سعيد على حضراتكم.